حلقات رمضانية شيقة للحلقة الثامنة. أول معلومة إنه الجهاز العصبي عند الأطفال في حال الجنين نموه بيكتمل تقريبا 60% في عمر 3 شهور 4 شهور. 3 شهور 4 شهور 60% بيكتمل الجهاز العصبي. لعمر 6 شهور 7 شهور 80% من الجهاز العصبي عند الجنين بيكون مكتمل، ونهاية الاكتمال لنمو الجهاز العصبي بيكون بسن 25 سنة. هذا السن اللي بيكتمل التوصيلات، والجهاز العصبي بيكون بالغ وهو سن البلوغ. الطفل طبعا بما انه الجهاز العصبي مسؤول عن حاسة النطق وحاسة السمع بنفس الوقت، في هاي الحالة الطفل يبدأ في الحديث يعني والكلام والنطق واخراج الحروف المفهومة في سن سنة وشهرين او قبل سنة. في هاي الحالة في حال صار بيصير يتكلم بسن السنة وفوق السنة، يعني وهذا الوضع الطبيعي في موضوع التطور، تطور مراكز الاستيعاب في الدماغ ومناطق إخراج الكلام والسيطرة على إخراج الكلام. الرضيع قبل سن السنة في هاي الحالة ما بيحكي، ما بتكلم ولا بيعبر عن أي شيء بخطر في باله، فبخرج أصوات معينة كبكاء. هلا نوعية البكاء بتعتمد وبنقدر نفهمها شو الطفل هذا بحاجة لإيش. إذا كان ما عنده مثلا مغص في البطن، وجع في البطن للطفل الرضيع، في هاي الحالة بيكون هيك الصوت تاعه زعيق ومعصور زي الواحد اللي بده يطلع، يعني هذا الصوت المتواصل. هاي أول شيء. إذا كان مش مرتاح يعني في الحفاظة أو عامل على حاله أو بردان أو شاعر بالحرارة، يعني البكاء تاعه بيكون خفيف شوي متقطع بالطريقة هاي. هذا بالنسبة للبكاء. طبعا إحنا وإحنا نايمين بالعادة أي حاسة من الحواس، سواء سمعنا شيء بنصحى من النوم وبتوقف عملية النوم. إذا شفنا شيء أو صار في إضاءة ساطعة وحسينا فيها بنصحى من النوم. إذا واحد لمسنا أو زكنا في إيدينا حاسة اللمس حاسة الضرب بنصحى من النوم. إذا شمينا أي روائح بنصحى من النوم، روائح قوية. هلا هذا الوضع الطبيعي طبعا، وما في اشي ممكن يعطل نومنا الا هاي الحواس مع حاسة السمع فقط. الام اللي في عندها طفل رضيع كل الحواس التانية بتكون مسكرة زي الانسان الطبيعي، فقط حاسة السمع، حاسة السمع هي الحاسة الوحيدة اللي بتكون موجودة. وحاسة السمع مش لأي أصوات دوشة في غرفة تانية، واحد تاني بده يصحيها، زمور السيارة برا البيت، هاي الأصوات ما بتتقبلها الأم في لدماغها، بس بتتقبل الصوت والبرمجة الصوتية اللي للطفل تاعها. وفقط صوت الطفل الرضيع لما يعيط هو اللي بصحيها، بس أصوات مزعجة تانية، إضاءة تانية، حدا بزكها، ما هي تعبانة ومش قادرة تنام، فبتنام بنوم عميق. فقط الطفل وصوت الطفل والذبذبات هذه الصوتية من الطفل هو اللي بصحيها، وهذا طبعا كل الأمهات بيعرفوا الحكي هذا. هاي المعلومة. طيب ليش هيك صارت الأمور وانجذبت الأم فقط وصارت تحت خلينا نكون يعني عملت زي الطفل سيطر على دماغها وعملها
تنويم مغناطيسي بحيث ما بتسمع شيء تاني إلا من الطفل تاعها. هذا بسبب هرمونات الغدة المقامية، وأكثر هرمون هو هرمون الجذب اللي هو الإكسيتوسين، بسموه هرمون الإكسيتوسين، هرمون المحبة، هرمون العطف، هرمون الصداقات. يعني أي واحد بيعمل أي شيء كويس بيفرز الهرمون هذا، هرمون الإكسيتوسين، وهو الهرمون اللي يفرز بشكل كبير مع عملية الولادة وأثناء فترة الحمل، اللي يجذب عاطفة الأمومة للأم. وهو الهرمون اللي كل ما صار في إفراز أكثر الهرمونات، والنظام الهرموني في جسمنا إفراز الهرمونات بيتم عن طريق تغذية راجعة من الغدد نفسها. مثلا الغدة النخامية بتفرز هرمونات الغدة الدرقية اللي تحفيز الغدة الدرقية، الغدة الدرقية بتكون مكتفية فبتبعث إشارة للغدة النخامية إنه وقف إفراز الهرمون التحفيزي للغدة الدرقية، لأنه في ثايروكسين كفاية في جسمنا. الغدة الوحيدة والهرمون الوحيد اللي يفرز وكل ما زاد في الدم وكل ما زاد عند الناس بتم تحفيز الإفراز بكمية أكثر، يعني زيادته بتزيد إفرازه وليس بتوقف إفرازه زي النظام الهرموني في مع الهرمونات الثانية. هرمون الإكسيتوسين اللي هو أفضل هرمون مضاد للأكسدة، هرمون الإكسيتوسين مسكن للآلام، مخفف للوجع. عشان هيك أي لقاء مع أي أحبة أو أي بقاء مع ناس كويسين في حالات مرضية، عمل المساج لإلهم، طبطب على رأسهم على ركبتهم، الاهتمام فيهم، هذا هو إفراز للإكسيتوسين من الشخص اللي بعطي الخدمة، اللي بعطي الصدقة، اللي بعطي العطف، اللي بعطي الحنان، اللي بعطي المساعدة، يفرز عنده هذا الهرمون. وعند الشخص الآخر اللي بيستقبل هذه الهرمونات وهذا الجذب وهذا التعاطف وهذا الإحسان وهي المساعدة، وبتتم العملية بشكل متبادل، هذا بعطي لهذا وهذا بعطي لهذا، هذا بيزيد الإفراز عند الفقير والمحتاج، والمحتاج بخلي المتصدق يزيد من إفرازاته لهذا الهرمون. وعشان هيك الصدقات بتعالج بتواقي من الأمور السيئة اللي ممكن تحصل معنا، بتخفف الآلام، بتكون عامل مساعد نفسي ومعنوي وهرموني للشفاء وللعلاج. مش بس الصدقات، كل الشغلات اللي بتخرج من قلبنا بنية حسنة لعملية المساعدة، هذا هو القصد من العطاء. شكرا لكم، تحياتي لكم، دكتور محمود الصوص، علاجات طبيعية وتأهيلية. الله يمسيكم بالخير، رمضان كريم مع الحلقة السابعة بالإجابة على هذا السؤال، اختناق